بقيت حسين ما يمدود. إن هذا البرنامج يتحدث عن شهر المحرم في سيهات، ولكن ما لا يعرفه البعض أنه يقام في سيهات مجالس أخرى يقيمها من هم من خارج سيهات، أبرزها مأتم أهل الأحساء أو مأتم النمر الذي تنقل من مكان لآخر ليصل في نهاية المطاف إلى مزرعة النمر بسيهات، ويعلو منبره الشيخ فوزي آل سيف. الأئمة كانوا يغلقون من الحنان والعطف والمحبة على الزوجات، على الأولاد، على البنات، فذولاك أيضا يبادلونهم حبا بحب. تتأمل في طريقة كلام الإمام الحسين عن علي الأكبر، كلام عاشق، كلام محب، كلام مقدر، وهو ابنه.